ده ريكاردو سواريز مدرب الاهلي الجديد. بعت لنا فندام ولا ايه؟ واللي قدامنا ده مش ماتش بلاي ستيشن، ده ماتش للفريق اللي بيدربه ريكاردو مدرب الاهلي الجديد واللي هو لابس احمر. صحيح مدرب ما عندوش تاريخ كبير، ولكن عنده بعض الملامح التكتيكيه والافكار اللولبيه اللي من ضمنها مثلا ان هو بيعمل ضغط عالي بشكل عالي جدا، يعني مثلا زي ما انت شايف كده طريقه ضغطه بتشبه كتير جدا لجوارديولا مع مانشستر سيتي. الدفاع بيبقى متقدم لغايه تقريبا نص الملعب، ودي حاجه لو ربنا كرم واتعملت صح هتخليك تحس ان انت دايس على الفريق اللي قدامك وزانه في نص ملعبه. ودي حاجه كمان بتخليه يسجل اهداف كتيره جدا في بدايه الماتشات، زي الجوندا في الدقيقه الثانيه بيلعب لعب هجومي وبيسجل هدف مميز جدا. ده غير كمان ان هو بيستخدم اجناب الملعب وبيحب يلعب على الاطراف بشكل كتير جدا، وبيعمل دايما ثنائيات من على الاطراف وبيسجل بيها اهداف بشكل مميز. نروح بقى للحته الدفاعيه وشكله الدفاعي بيبقى عامل ازاي، لان هو اكيد طبعا مش طول الوقت بيهاجم وواقف في نص ملعب الخصم وخلاص، زي مثلا ماتش بنفيكا كان مضغوط في بعض الاوقات، فكان الشكل الدفاعي زي ما انت شايف كده، الاربعه بتوع خط الظهر ملتزمين وضمهم عليهم اتنين تانيين اللي هما الوينجين، يبقى ستة في خط الظهر وقدامهم اربعة، يعني لما بيدافع بيلعب ستة اربعة، يعني ما شاء الله في الدفاع بيغلب الكابتن علاء عبد العال. هارد لك ايه؟ هارد لك ايه؟ هي دي كورة. ريكاردو سواريز عمره 47 سنة وجنسيته برتغالي، وما شاء الله دايما المدرب البرتغالي بيعرف يتعامل ويتأقلم كويس جدا مع اللاعب المصري، زي طبعا كارلوس كيروش وفيريرا وجيم باتشيكو، وطبعا عم المدربين كلهم اللي مش هيجي زيه تاني الثعلب مانويل جوزيه. انا لو كده معايا بيت رد القلب ويتهز. ريكاردو سواريز من ضمن كمان مميزاته ان هو ارقامه الفنيه واحصائياته وتحليله الفني اللي عملها ناس برتغاليين كانت مميزه جدا، واللي من ضمنها ان هو مثلا مدرب بيعرف يستحوذ بشكل كبير جدا. اقل مباراه استحوذ فيها كانت تقريبا 45%، ودي قدام بنفيكا وطبعا ده رقم كبير، وساعات الاستحواذ بتاعه بيوصل في المباراه ل 65%، وطبعا ده رقم كبير جدا لان هو تقريبا هناك بيدرب فريق ضعيف مش فريق كبير. الصوره الثانيه دي بتبين برده حاجه مهمه جدا، وهي انه بيعرف يعمل ضغط عالي ويقطع الكوره بشكل سريع، لان اللي قدامنا ده هو عدد الباصات اللي اتعملت او اللي اتلعبت عليه قبل ما فريقه يقطع الكوره، واكتر مره اتلعب عليه فيها كانت بس 10 باصات. ده غير كمان ان هو ما شاء الله مدرب عنده شخصيه ومن النوع اللي هو صوته عالي وبيزعق ويشخط ويبرق للعيبه، ودي حاجه مهم جدا انها تحصل في اللاعب المصري. مع باسيلي وخطا وضرب ليس تمام الجزئيه. ده غير كمان انه ما شاء الله عنده تنوع كبير جدا في الخطط بتاعت اللعب وطرق اللعب، ومش بيعتمد على طريقه واحده ما بيغيرهاش زي مدربين كتير، لا هو ساعات بيلعب 4-3-3 4-4-2 4-4-1-1 وبيغير كل ماتش او في ماتشات كتيره جدا على حسب الخصم وعلى حسب هو فاز ولا خسران. يعني من الاخر ما شاء الله هو مش مدرب عنده تاريخ كبير، ولكن عنده ملامح وعنده ظواهر وعنده فكر باين جدا عليه في الماتشات. نتمنى ان شاء الله يكون موفق ويكون ناجح جدا مع الاهلي، وطبعا هيكمل معاه كابتن سامي قمصان اللي انا حابب اشكره جدا على الفتره اللي فاتت، لعب 5 ماتشات فاز 4 وتعادل ماتش 1، ودي ارقام كويسه جدا. ونتمنى طبعا التوفيق للكابتن سامي قمصان وللمدير الفني الجديد ريكاردو سواريز. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وتعمل شير وتقول لي رايك وشايفه ازاي، وما تنساش كمان تعمل فولو على الفيسبوك واشتراك على اليوتيوب، واشوفك في فيديو جديد.